فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، بعض أهل العلم يقسم الناس من حيث التلقي إلى 3 مراتب: مرتبة الاجتهاد وهم العلماء، ومرتبة الاتباع وهم طلبة العلم، ومرتبة التقليد وهم العوام. فما رأي فضيلتكم في هذه القسمة؟ وهو لا شك أن الناس يختلفون، فمنهم من يصل إلى درجة الاجتهاد، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من يكون مجتهدا في مسألة من المسائل يحققها ويبحث فيها ويعرف الحق فيها دون غيره، ومن الناس من لا يعرف شيئا. فالعامة مذهبهم مذهب علمائه، ولهذا لو قال لنا قائل الآن من هل نجد أنا يعني نفسه يشرب الدخان، لأن في البلاد الإسلامية الأخرى من يقول إنه جائز، وأنا لي حرية التقليد، قلنا لا يسوء لك هذا، لأن فرضك أنت هو التقليد، وأحق من تقلد علماؤك. لو قلدت من كان خارج بلادك أدى ذلك إلى الفوضى في أمر ليس عليه دليل شرع. ولو قال أنا أحلق، ولو قال إنه سيحلق لحيته، لأن من علماء الأمصار من قال إنه لا بأس به، يقول لا يمكن، أنت فرضك التقليد لا تخالف علمائك. ولو قال أنا أريد أن أطوف على القبور، قبور الصالحين، لأن من علماء الأمصار من قال لا بأس بهم، أو قال أنا أريد أن أتوسل بهم إلى الله وما أشبه ذلك، قلنا لا يمكن هذا. فالعام يجب عليه أن يقلد علماء بلده الذين يثق به. وقد ذكر هذا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقال العامة لا يمكن أن يقلدوا علماء في خارج بلاده، لأن هذا يؤدي إلى الفوضى والنزاع. ولو قال أنا لا أتوضأ من لحم الإبل، لأن من علماء الأمصار من يقول لا يجب الوضوء، قلنا لا يمكن، يجب عليك أن توضأ. عرفت؟ الخلاف للعوام هل يسوغ هذا الشيخ؟ إيش؟ الخلاف في المسألة تفصيلا للعوام. لا 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 أبدا، العام إذا استفتاك فأفتي بما ترى أنه الراجع، وإذا كان الراجع يخالف ما عليه الناس فأفته به سرا، ما دامت المسألة اجتهادية وليس فيها مخالفة نص، قل هذا فتوى بيني وبينك. أما إذا كانت المسألة مخالفة نص فأفته علما ولا تبالي، لكن لا تذكر له الخلاف. إذا كان العوام يقول إذا أردت أن تحيره إيش فخير، كيف عاد مسألة الدين؟ ولهذا دائما نقول للطلبة لا تبينوا الخلاف للعامة، تدبذبوهم. ونقول أيضا الذي يعرف القراءات، القراءات 7، لا يقرأ بها أمام العامة، لأنك لو قرأت بقراءة أخرى غير اللي بالمصحف عندهم شوش عليهم ذلك.